السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل جدا اسمه جي بي تي اكسل. ده عبارة عن ايه؟ ان انت عايز تعمل حاجة في الاكسل لكن مش قادر تعمل الكود، فانت كل اللي عليك ان انت تكتب بس انا عايز كذا بالعربي بالانجليزي، يعني تقول له كده انا عايز تعمل لي القاسم المشترك بين العناصر ديت، او اجمعهم لي، او انا عايز مثلا تحدد لي مين من دول اسامي الاولاد واسامي البنات، او الاسامي العربيه والاسامي الاجنبيه حتى لو هم كلهم مكتوبين بالانجليزي. اي حاجه انت هتكتبها له هو بالذكاء الاصطناعي هيكتب لك الكود زي ما انت شايف، سواء في الاكسل او في الشيت او في الاير تيبل. كل دوت بيقدر يتعمل بسهوله جدا. فكره بسيطه خالص زي ما انت شايف اهوت، اكتب وقول له جنريت، يبدا ان هو يطلع لك النتيجه. تقدر تاخدها كوبي بيست وتحطها في الشيت او في الاكسل او في الاير تيبل بكل بساطه خالص. هو حتى بدأ يشتغلوا على ان ال SQL كويري يبدأ ان هو يتعمل، والسكريبت برضو ممكن يتعمل من خلال الموقع دوت. فأتمنى يعجبكم. هو موجود في نسخة مجانية، تمام، وفي نسخة تانية ب$7 في الشهر. النسخة المجانية دي هتبقى فيها الزيادة اللي هو ال SQL كويري، لكن الإمكانيات التانية عادي موجودة بشكل خالص وبدون حد أقصى.